في جلسته العامة لاختتام النقاش العام حول مشروع الدستور والاجتماع لجنة التوافقات ولجنة فرز الترشحات لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عبر نواب المجلس التأسيسي عن بعض النقائص والأخطاء المضمنة في الدستور إلى جانب بعض الاحترازات. إن شاء الله اليوم يكون مسك الختام ننهي النقاش العام حول الدستور حتى نتمكن من المرور إلى مراحل أخرى متقدمة في هذا المجال. إذا أرجو زملائي أن نحاول نضغط شوية على الوقت ونقيد بالوقت ونبقى في صلب الموضوع باش ننهي اليوم بحول ذلك مهما كان الثمن، ولو كلفنا ذلك سهرة مسائية، سهرة ولا قصة مسائية. مشروع الدستور وراءه هاجس خوف، متخوفين على أنه ربما قد يشتمل على بعض الأوهام، أو أنه أخذ بالتوازنات المطلوبة التي من شأنها أن تحقق الدولة المستقرة الديمقراطية التي نرغب فيها جميعا، أو أنها لم تحقق ما هو مطلوب في كل ما يتعلق بمسألة الحقوق والحريات بما يضمنها. فالشيء اللي قاعد يلمس فيه في الداخل وفي الخارج من طرف سواء كان المثقفين أو غير المثقفين حتى من عامة الناس، بكثر ما يستمعون إلى آراء مختلفة في خصوص هذه القضية بقدر ما ينالهم نوع من الخوف والهلع، على أساس وأن هذا الدستور الذي ربما سيتسبب فيما بعد في مشاكل قد يصعب بها أن تكون الدولة مستقرة وقد تفتح باب إلى ما لا يحمد عقباه. في نفس الإطار، عبر بعض نواب المجلس التأسيسي على أن هناك بعض التعطيل من داخل المجلس نفسه وبعض المزايدات، كما عقبوا على تغيب بعض النواب الذين منهم من لم يحضر ولو جلسة واحدة. تم من داخل صحيح بعض تعطيل يساعد في هذا المسار من داخل هذا المجلس، وثم تزايدات، ثم شكون اليوم يتزايد علينا في الدستور والبعض ما حضرش ولو جلسة تأسيسية. هذا وقد عبروا عن تعارض بعض الفصول مع البعض الآخر، إلى جانب الإشارة إلى بعض الجوانب الهامة التي لم تضمن في الدستور. فيما يتعلق بنقاش العام حول الدستور، أغلبية المواقف عبروا عليها زملائي وزميلاتي. من وجهة النظر متاعي، هيئة صياغة الدستور غيرت كثير من خدمة النواب. النواب اللي خدموا صباح وليل باش يدافعوا على المقاول، على المواقف اللي تعبر عليها إرادة الشعب ومش على إيديولوجية حزب عنده الأغلبية النسبية. كما بالنسبة لصلاحيات الرئيس، ويبقى الشعب التونسي في انتظار انتهاء أشغال الدستور ليحس ببعض ثمار الثورة.